بهالمكان الكريم هربا من الظلم اللي قاعد ببيته الواحد فيه ضيق النفس. اليوم نحن أبناء بيروت عايشين بظل العتم. بغير الكرماش يعني عم بيحملنا. ليش مش بالبيت؟ ما في كهرباء، ما في ماء. كيف بدك تقعد بالبيت؟ حمل هالشوك؟ بدك تموت بالبيت طيب؟ شو بدنا نعمل؟ انترنت ما بدنا قاعد بالبيت. وعاملين حفلة لحالكم. ايه بنيجي بنقعد بنتطحن. لا بنتعاطى حدا ولا حدا بيتعاطى معنا. بننبسط لحالنا نحن اصحاب لبعض. هو ضغط عندك بالبيت، انت ضغط، ما في كهرباء، ما في ضوء، بتقعد على العتمه، بتقعد على العتمه، بتصير تفكر هيك، بتصير تفكر هيك. فعم نظهر نحن برات بيتنا لحتى نشوف الطريق، لنشوف الحبايب، لنفس بال يعني شو بدي اقول لك، براحه النفس احسن من القعده بالبيت. بعدين ما هون بعدين العالم شارع العطارات ما بصير. كفايات مليانه شباب اللي معهم مصاري. انا هلا لو معي مصاري بيجي اقعد على هذا بروح بقعد بكفايه او بمد اشتراك اللي عندي على الباب. ما في كهرباء، ما في كهرباء، لو في كهرباء بنقعد بالبيوت. يعني صارت الكفه احسن من البيت، وسيله للهروب من هذا. مزبوط مزبوط. بيروت جنه الخلد كانت، ليلة نهار ونهار ليل وكل شيء دوامي 24/24. ما شفنا مثل هالأيام. بيروت ما تهدى، سموها منارة العلم صحيح، سموها منارة السهر صحيح. الحياة كلها بيروت كانت، ما بقى في شيء. بتشوف بيروت ظلم، هذه بيروت، هذه ولا شيء. هالوضع اللي نحن فيه ما بدل أبدا على بيروت. بيروت كانت شو حياة تانية. العالم تلاقيها ليل نهار عم تمشي ما يهدى. هلا بتلاقي ببيوت العالم كبت وظلم وأذى. والموضوع مش بس قطعة كهرباء وملل من الوضع الاقتصادي، بيجي بفش خلقه بالأرجيلة، بفش خلقه بالسيجارة، بيلعبوا ورق كذا بس لحتى يموه شوي عن الوضع اللي هو فيه. إضافة زادت الطينة بلي قطعة الكهرباء واشتراك المطر اللي صار بده معاشه شوي، كله فوق بعضه. قول يعني احنا في ناس ما قدرت تجدد اشتراكات الموتور، فعم بيقضي قد ما تبقى قد ما بيقدر من اول الليل بالقهوة وبيطلع علي ينام اكتر شيء. وهذا اذا قدر نام، اذا من الشوب ما روحه ما بيقدر يدوي. يعني قول نحن الحمد لله عايشين بجحيم ما شفناه من ايام الاحداث. الدولة غايبة، ما في خلافات بين بعضهم، كل واحد بمال، تيارات مختلفة، السياسي عم تلعب دورة وشد على ذلك، والأحزاب موجودة على الأرض مثل ما شايف، كل واحد بشد باللي إله، والعالم رايحة بين الإجرين. اليوم معقول يقنية الغاز ب200,000؟ عم يفاجئوك بالأخبار إنه العتمة على الطريق، هي حالة، بل أكثر من هيك أعمل لك موقضة. فتش بالموقضة هلا، تصور إنه العالم بقى ترجع لمئة سنة لورا لترجع تعمل موقضة وطابونة. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هالبلد.